المقاس الساعة بتاعتك 44 ملي، فطبيعي لازم بتختار المقاس 44 ملي وانت بتشتري من الموقع. لو 42 ملي لازم بتشتري 42 ملي، ده اللي هو السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع محسن عدس. الفيديو بتاعنا النهاردة بتكلم عن الاكسسوارات بتاعة الجالاكسي ووتش 4، طبعا اللي هي الواتش 4 العادية مش الكلاسيك. زي ما انتم عارفين في منها الكلاسيك وفي منها السبورت، في ال 44 مللي وفي ال 42 مللي. جمال الاكسسوارز اللي انتوا هتشوفوها النهارده كلها خاصه بال 44 مللي، عشان ما حدش بس يقول ان ما قلتش او كده. كل الاكسسوارز الموجوده خاصه بفئه ال 44 مللي، وهي الفئه دي زي ما انتم شايفين كده، اللي هي فئه الساعه دي ال 44 مللي. تمام، حتى لما تيجي تجيب استيك او حاجه لازم تختار المقاس اللي هو ال 44 مللي. لو هي ساعتك 44 مللي 42 مللي لازم تجيب اللي هي 42 مللي. انا كنت طالب يعني كام استيك على كام كفر للساعه، حاجات كنت بستخدمها بصراحه، وانا انصح الناس بالذات اللي في دول الخليج او في القاهره ان هو يستخدم علي اكسبريس او اي بي. المواقع دي يا جماعه بتجيب منها حاجات اساسا مش موجوده في بلادنا، وفي نفس الوقت سعرها رخيص جدا جدا جدا، ما تتخيلوش اساسا رخصها قد ايه. اللي في نفس الوقت لو موجوده في بلدنا هتتباع باضعاف اضعاف اللي احنا هنجيبه. وطبيعي عن طريق، ممكن عن طريق البيبال، انا بستخدم دايما البيبال اللي هو امن حاجه. انت ممكن تستخدمها عن طريق النت، فلوسك مضمونة اولا. لو البايع اللي انت تواصلت معاه على النت مثلا ما جابلكش الحاجة بتاعتك او جيت الحاجة مكسورة، مجرد ان انت بتصورها له وبتبعتها له بيبعت لك مكانها على طول، ولما بعتش ليك حق ان انت بتفتح قضية وبترجع لك برضو فلوسك في حاجة امان. بس طبعا انا بتكلم في اطار ان اذا كان فيه عايز تشتري هدوم، كفر موبايل، حاجات اللي هي الصغيرة، لكن ما انصحش بالاجهزة الالكترونية يا جماعة، لان برضو احنا ما نضمنش ايه ظروفها. بس بالنسبة للكفرات والحاجات الخاصة بالموبايل، انا عايز اقول لكم انتوا هتجيبوا حتى كفرات سعرها رخيص جدا وفي نفس الوقت ممتازة جدا، مش زي ما احنا بنشوفها. احنا عارفين في تجار بتسوق الجشع في الحاجات دي. انا عايز اقول لكم في حاجات والله بجيبها بتقف على مثلا ساعات، ممكن يعني بتكلم هنا بالنسبة للبلد هنا بجيبها مثلا واقف على 7 ريال. عايز اقول لكم ممكن بروح اجيبها من محل بتوصل ل 80 و90، وساعات بيبيعوها ب 120 ريال. شايفين الفرق قد ايه؟ فحبيت زي ما انا استفدت ان انا اقدر افيدكم برضو معايا برضو، ان انتوا تخشوا على طريق الموقع ده او الابليكيشنز دي بتنزلوها. سهله وامان جدا وبسيطه جدا، انت مجرد بس انت بتربطها على تحط بياناتك وبتربطها على صندوق البريد الخاص بيك، بيبدا يجي لك الحاجات اللي انت بتجيبها. هي مشكلتها الوحيده بس ده، طبعا في حاجات كتير شحنها مجاني بس بتقعد من 40 ل 60 يوم بتستنى حاجتك، وساعات سبحان الله حاجات بتجي لك في خلال اسبوعين ثلاثه بالكتير. ده طبيعي بتكلم بالنسبه للحاجات اللي بتيجي من الصين، لكن لو انت بتجيب مثلا حاجات سواء من كوريا او استراليا او اي دوله تانية، ممكن في خلال اسبوع، اللي هي الحاجات الخاصه بالشحن الجوي بتجي لك بسرعه. عشان ما اطولش عليكم ونبدا نتفرج على الحاجه اللي احنا جايبينها، اتفضلوا معانا نشوف الفيديو. طبعا الساعة بتبقى جاية بالاستيك ده، ده الاستيك بتاعها الاساسي. جيت الشحنة الاخيرة اشترينا منها الاستيك ده كده زي ما شايفين، لون الابيض نفس المقاس بالظبط. طبعا لو انت المقاس الساعة بتاعتك 44 ملي، فطبيعي لازم بتختار المقاس 44 ملي وانت بتشتري من الموقع. لو 42 ملي لازم تشتري 42 ملي، ده اللي هو حزام السيليكون زي ما انتم شايفين كده. ده اول استيك ده انا جبته من الحاجات اللي جت لي في الشحن النهارده. في الاستيك التاني برضو جميل جدا اللي هو الماجنتيك، انا هقوله لكم اهو برضو. زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللي هو الاستيك الماجنتيك. طبعا في الفك والتركيب سهل جدا. بدينا نشوف هنا، ده اللي هو الاستيك العادي، في المسمار ده هنا اهو، المسمار ده بتضغط عليه كده وبتسحب كده، خلاص طلعت الاستيك. هنا برضو نفس الموضوع اهو، طلعت كده الاستيك تمام. طبعا عشان تعمل اللي هو الماجنتيك ده، هو له طريقة طبعا غير الاستيك العادي، بيبقى رخمة شوية بس نوعا ما
يعني ايه، بيبقى شكلها ظريف قوي على الايد. لو جينا نشوف المسمار ده هنا، المسمار ده هنا مختلف شوية، في حتتين كده زي ما انتوا شايفين، ان احنا بندخل هنا في مجرى كده بندخل فيها المسمار اهو كده زي ما انتوا شايفين، وبتيجي وانت بتدخل ال وانت بتركبه في الساعة بتقوم ضاغط كده على الاتنين دول مع بعض، تعملهم زي السوستة كده مع بعض زي مثلا كده جهاز التجربة، بتقوم بتدخلها هنا في المجرى بتاعتها كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، ونضغط على المسمارين مع بعض في نفس الوقت وندخلهم جوه المجرى بتاعت الساعة اهو كده. في الناحية دخلت اهو كده يا شباب، شفتوا بقى شكله عامل ازاي، شكله عامل ازاي. طريقته هو طريقته صعبة شوية بس أول مرة، بعد كده بتلاقي الدنيا ماشية معاك تمام. ده طبعا اللي هو الايه الماجنت، هو عبارة عن حزام بيتقفل ماجنت اهو، برضه هعمل لكم الناحية التانية عشان اوريها لكم عملي. نجيب هنا المسمار اهو اهي، نضغط برضه على الاتنين كده مع بعض، المسمارين الناحيتين مع بعض اهو. اسهل طريقة طبعا بتعملها، لازم تكون مدخل الساعة في المجرى بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هنشيل دي خالص عشان تبقى سهلة لينا، نحط المسمار دول كده ندخلها في المجرى بتاعتها اهي. بسم الله، كده وبنيجي في المنطقة دي اهو، ونضغط على الاتنين دول كده ونركبها في المشاوية بتاعتها. شفتوا سهلة بسيطة جدا، وبتيجي بتقوم جايب الاستيك ده كده مدخله من هنا زي الحزام، زي فكرة الحزام. لو عايز تلبس الساعة بتاعتك اهي، بتيجي اهو تيجي الساعة زي ما انتوا شايفين كده، الحزام اهو دخلنا كذا الحزام، وبنيجي نلبس الساعة اهي عادي، شد كده وتسحب كده اهو، شايفين شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين اهو، الشكل ممتاز جدا وثابتة جدا في الايد، مفيش حاجة اسمها ان هي تتسحب او تتكسر او كلام من ده، لا امان جدا، مغناطيس قوي جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا نخلي بالنا قوي من بالذات لو استيك مختلف شوية زي ده، نخلي بالنا من المسامير بتاعته يا جماعة عشان ما تضيعش مننا، لو المسمار ضاع كده شكرا يعني الاستيك ما عادش له لازمة. في برضو هنا الاستيك ده يا جماعة بيجي مع أداة التعديل بتاعته، عشان لو انت عايز تظبط الاستيك افتحوه مع بعض اهي يا جماعة، شايفين شكله عامل ازاي، جاي لسه بسلوفان ممتاز جدا، وخامة ممتازة جدا ونظيفة جدا، شكله شياكة الصراحة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا برضو جاي مع المسامير بتاعته، شايفين جاي معاه يعني تلات مسامير عشان لو واحد فيهم ضاع، علم محترمة بصراحة يعني، يعني بتاخد بالها قوي من العميل، من العميل بتاعها وتحافظ عليه. في برضو هنا دي هنا اللزقة بتاعت الشاشة زي ما انتوا شايفين كده، دي برضو في حالة لو انت مش عايز الشاشة بتاعتك تتجرح او كده، ده بيجيب لك زي ما انت شايف كده اللي هي الواقي بتاع الشاشة زي ما انتوا شايفين كده، ده بيبقى واقي للشاشة في حالة لو انت مش حابب الساعة بتاعتك تتجرح او كده، فبيحمي حماية كاملة بالاطارات بتاعتها. اجمل بقى الحاجات اللي جت لي بصراحة هي الاختراع الجميل ده الجامد جدا، وهو الكفر ده. الكفر ده يا جماعة عايز اقول لكم بيحمي جدار الساعة كله، لو جيت تبص هنا انت مجرد ان انت تعمله كده من الجنب من هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، بتثبته كده وتقفل كده، شايفين يا جماعة؟
كده الساعة معاك تمام، محمية من جميع الأطراف زي الفل، مفيش فيها أي مشكلة. جميل جدا. طبعا هنا جاي بجميع، يعني أنا طبعا اخترت ألوان معينة اللي أنا حاببها، يعني في حالة أنت لابس يعني دي حاجة بتمشي مع اللبس بتاعك، حاجة زي اللون ده مثلا أزرق زي ما أنتوا شايفين كده. في هنا سلسلة ألوان برضو تانية، في هنا اهو اللون الابيض، اللون الابيض زي ما انتم شايفين كده، كمان في اللون ده شفاف، لون شفاف خالص. في هنا برضو لون اللي هو السيلفر، فانا عايز اقولك انت بتخلي ساعتك كل يوم بلون شكل، ودي ميزه ان انت بتقدر تتحكم في الوان الساعة زي ما تحب. هنا ده برضو اللون ده اللي هو اخضر، لا دي برضو من ضمن الالوان بتاعت الساعة زي ما انتم شايفين كده، حاجات جميلة جدا ومفيدة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتكون الحاجات اللي انا جايبها دي فعلا جميلة او هتفيد حد فيكم ان شاء الله. وإذا عجبكم يا ريت شير ولايك، ما تبخلوش عليا يا جماعة بالشير واللايك عشان أبدأ أقدم لكم كل جديد إن شاء الله. وزي ما إحنا متعودين كل مرة، أنت النهاردة عملت إيه؟ عملت خير، ساعدت محتاج، ساعدت حد كبير، أنفقت شيء لله. يا ريت يا جماعة عودوا نفسكم كده كل يوم إن أنت تبدأ تتصدق أو تعمل عمل خير، ولو عمل صغير ما تستهونش بالحاجة الصغيرة إن أنت تعملها كل يوم. وربنا إن شاء الله يا رب يدينا ويديكم حسنات إن شاء الله، ويرزقنا حسن الخاتمة بإذن الله. بس كده، وأتمنى لكم سعيد. السلام عليكم.